أكيد عندنا خطة كبيرة جدا للانتشار والتوسع وزيادة الصادرات وتحويل المنتج الممتاز ده لعلامة تجارية نثق فيها كمصريين، صح؟ صح. هنعمل إيه؟ إن شاء الله إحنا في المرحلة الجاية عايزين نكبر الخط الإنتاجي يبقى 2 والمصنع يبقى 2، وهو محمد مؤمن بالفكرة إنه نعمل منتج محلي محترم وكويس، وهو عايز يشتغل على إنه يبقى عالمي، يبقى براند، يبقى براند له اسم في مصر وبره مصر. هو ده مش سهل. أنت مخطط ليه بقى بجد المدير التجاري؟ هتدخل إزاي السوق العالمي، السوق المحلي؟ خططنا في المعارض الدولية والمحلية. إن شاء الله إحنا شغالين على كده، إحنا شغالين في إن إحنا الخط ده يبقى خطين ويبقى مصنعين، وإن شاء الله هننزل المعارض وهننزل برا مصر نسوق، وإحنا أوريدي بنصدر، إحنا دلوقتي حاليا بنصدر، إحنا عايزين نستغل الفرصة اللي إحنا فيها دلوقتي، دعم الرئيس السيسي للصناعات داخل مصر دعم كبير جدا، عايزين نبقى موجودين في الدعم ده وإن إحنا نغزو السوق جوه مصر وبرا مصر إن شاء الله. هل في منتجات جديدة بتفكروا فيها؟ طبعا، عايزين نعمل الأزايز الكبيرة، وعايزين نعمل أطعمة تانية كمان، نزود أطعمة تانية في المنتجات اللي موجوده، وان شاء الله قادرين على كده. يعني عندنا الكولا، في كريزي كولا تحديدا هي الاساس بتاعنا والخير بتاعنا. كولا والبرتقال والليمون نعناع، وعندنا الرمان. الليمون نعناع ده حلو قوي، حلو قوي قوي. سمعت جمله كده بيقول لك خلي مش عارف مين يزود العبوات ينتج لنا عبوات اكتر. مطلوب مننا دلوقتي طبعا الوضع اللي احنا بس فيه. قال لي عبد الرافع في النهايه، هو انتوا عندكم مصنع تاني غير هنا؟ عندنا يعني صناعات بتغذينا، البلاستيك بنجيبه. لا انا مش قاعد نايم، انا قاعد مركز في كل كلمه بتتقال. ايوه طبعا. لا عندنا قرايبنا عنده يعني فتحوا مصنع بلاستيك عشان يمولونا بالبلاستيك بكميات كبيره عشان ما نوقفش طبعا. جعلن في حالات رفع الاسعار ده فين؟ في الشرقيه يعني؟ في الشرقيه. هو اللي بيعمل لك العبوه دي؟ بيعمل لنا العبوات دي، يعني يعتبر صناعه مغذيه ليك. اي صناعات مغذيه تانية محتاجينها؟ انا عايز اعرف، يعني انت عندك هنا غطا وعندك شرينك وعندك البتاعه دي اللي هي الاستيكر بتاعك، كل الكلام ده انت محتاجه؟ كل ده حوالينا وبنجيبه من هنا من العشر. طبعا العشر بلد الصناعه. ولما بيبقى في فرصه ان انا المنتج ده يعني انا بستخدم كميات كبيره من الماتيريال ده، حد بيصنع لنا بنقول له تعالى احنا عايزين حاجه تساعدنا عشان حتى السوق ما يتحكمش فينا، يبقى انا عندي مصنعي بتاع الناس اللي تبعي بيديني الكميات اللي تغطيني. انت شلت عنه عبء التوريد. التوريدات صح؟ كلها، كل الخامات اللي انت محتاجها انت شلتها، ومن ازازه ومن غطا وسبته رميته في مصنعه هو اشتغل. هو ينتج كمل. بس هو بتاع صناعه، هو تلبخه بحاجه تانية، سيبه يشتغل. والتسويق برضو الحمد لله دلوقتي الطلبيات كتير جدا، يمكن مش ملاحقين على طلبيات داخليه وتصدير.